كنز لا يحتوي على كم هائل من الآثار المكتشفة، لكن العملات الذهبية التي عثر عليها ثمنها يفوق اقتصاد دولة بأكملها. فقد تم العثور عليه في بلدة سورية، لكن قيمته فيما رسم على هذه العملات الذهبية. فما القصة؟ يوما بعد يوم يزاح الستار في العديد من المناطق والمدن السورية عن الثروات الهائلة التي يتم إخفاء حقيقتها عن الشعب السوري من أجل ألا تظهر تساؤلات عن وجهات صرفها. فلأول مرة يعثر في سوريا على مثل هذا الاكتشاف الضخم من العملات الذهبية باهظة الثمن في منطقة غير متوقعة في إحدى البلدات. في قرية العكولة الغربية حفر أحد الأشخاص من سكان القرية في مدفنة أثرية قريبة من منزله من أجل الكشف عن كنز يغير معالم حياته. فبعدما استمر ذلك الشخص في الحفر لمدة أيام، فإذا به يصل إلى ما لم يتوقعه ولا يتخيله عقل. فالكنز الذي وجده من الممكن أن يغير مسار اقتصاد دولة بأكملها. فوجد هذا الرجل جرة أثرية بها كنز من العملات الذهبية، فرغم أن عددها كان قليلاً إلا أنها لم يوجد لها مثيل على مستوى العالم، بل ويصل ثمنها حالياً لمبالغ مهولة. فأعلن متحف مدينة حلب في شمال سوريا عن اكتشاف كنز ذهبي في موقع أثري بشمال البلاد، حيث وجد هذا الشخص 82 قطعة ذهبية داخل جرة فخارية تعود للعصر الأموي. لكن الأهم ليس في عدد تلك القطع ولا حتى في العصر الذي تعود إليه فقط، بل إن مدير الآثار في حلب وحيد خياطة أشار إلى أنه تم تسجيل الآثار في متحف الآثار الإسلامية مع البقايا الخاصة بالجرة التي سيتم دراستها وعرضها بشكل مناسب في المتحف. لكن مدير الآثار في حلب أوضح أن الأهمية الكبرى لهذا الكنز تكمن في أن تلك العملات وجد على وجه كل واحدة منها عبارة لا إله إلا الله، وعلى الوجه الآخر محمد رسول الله، ما يجعلها ذات قيمة مرتفعة لدى كثير من دول العالم والمستعدة لدفع أضعاف أضعاف قيمتها في سبيل الحصول عليها، فضلاً عن أن قطر الواحد منها يقارب السنتيمترين، بالإضافة إلى أنها متشابهة إلى حد كبير، أي أنها كانت ذات يوم عملات متداولة بالفعل خلال العصور التي تعود تاريخياً إليها. مدير الآثار في حلب أراد أن يزيح الستار عن استمرار الاكتشافات بين الحين والآخر، حتى يبين أن سوريا تزخر بالعديد من الكنوز باهظة الثمن. فمنذ ما يقرب من 3 أعوام اكتشف كنز آخر باهظ الثمن في ريف حلب، حيث عثر على معادن نفيسة وعملات معدنية ذات ثمن مرتفع، وذلك لما تمثله تلك العملات من قيمة تاريخية كبيرة. لكن يبقى في النهاية المحاولات الحكومية لإخفاء كنوز الدولة عن أبناء الشعب السوري، فحتى لا يطالب أي فرد من المجتمع بالتغيير والحصول على حقوقهم في تلك الثروات. ومن ثم سيكون المسؤولون عن عمليات الاكتشاف في موقف محرج، فضلاً عن فتح الأبواب للمساءلة القانونية، فيتم إخفاء كل تلك الكنوز والاكتشافات المهولة عن أعين المواطنين بالأراضي السورية.